بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. احنا بنسعد جدا بكل رد فعل جميل بيجينا من حضراتكم وكلامكم الجميل على السوشيال ميديا على البرنامج. واحنا مش بنعمل حاجه اكتر من واجبنا ان احنا نروح لعمال مصر الجمال ونقول لهم كتر الف خيركم، رمضان كريم. الناس دولت هم اجمل ناس في مصر، اللي بيبنوا وبيشيدوا وبيعمروا. صباح الفل يا رجاله، رمضان كريم. الايام بتجري بسرعه ورمضان قرب يخلص، شدوا حيلكم بقى، يلا شدوا حيلكم بقى في الاجتهاد بقى في الاعمال الجميله والخير كله يعني. طيب احنا النهارده زي ما حضراتكم عارفين احنا كل يوم بنروح مشروع مشروعاتنا الجميله اللي موجود فيها عمال عشان نقول لهم كتر الف خيركم رمضان كريم. النهارده هنروح مشروع توسعات معالجه قريه الغريب، مشروع جميل جدا معمول في مدينه زفته. طبعا دي مدينه عريقه جدا، مدينه زفته، وكانت عمل عنها مسلسل جميل زمان في التلفزيون اسمه جمهوريه زفته. المشروع ده مشروع معالجه ميه، فاتها 230 مليون جنيه تقريبا ضمن مبادره حياه كريمه. مساحه المشروع الاجماليه 8 فدان، هم خلصوا تقريبا لغايه دلوقتي اظن 98% من المشروع حسب المعلومات اللي عندي. بتخدم تقريبا 75 الف نسمه، مشروع كبير. يلا زعيم مد، عندنا يوم طويل النهارده، ولا عايز تفطر بره؟ طيب يلا. يلا نعمل فزوره برضو قبل ما نوصل في طريقنا لمحطة قرية الغريب في زفتة. طيب في مسلسل جميل جدا اسمه أبناء الأعزاء، شكرا من المدهولي. المسلسل ده كان تأليف مين وإخراج مين؟ إخراج محمد فاضل. تأليف مين بقى؟ تأليف مش عايز حد يبص. أبو المعاطي زكي؟ لا. تأليف مين؟ أسامة أنور عكاشي. يا ابني ده كاتب. أبناء الأعزاء شكرا، تأليف مين؟ مش عارف، مفتيش. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 واحد صفر. تأليف الكاتب الكبير الراحل عصام الجنبلاطي. مين ده؟ حسن تعرفه اصلا؟ سهل قوي يا دكتور، سهل قوي السؤال. خلاص سؤال النهارده خلص. عايزين حاجه في الرياضه. السؤال النهارده خلص، حلقه بكره بقى نشوف بكره نجهز لكم حاجه في الرياضه. أظن إن إحنا وصلنا يا جماعة. السلام عليكم. رمضان كريم. سلام. طيب. اسم حضرتك إيه؟ عادل مقابل محمد. منين؟ متغامرة يا فندم. إحنا ممكن نخش نبص على المشروع؟ اتفضل يا فندم. طب تفتحيها بعد إذنك؟ اتفضل يا فندم. نمشي على طول كده لو سمحت. في عمال هناك اهو، نزلني هنا لو سمحت. في عمال زي الفل. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم. الله اكبر. اتعرف بسيادتك. الحمد لله على السلامة. السيد محمد عمار من مولينا، شركة مول العرب. اهلا وسهلا. انتوا بتعملوا هنا ايه؟ بنعمل محطة توسعات في محطة زفتة ان شاء الله رب العالمين. عبارة عن ايه بقى المشروع؟ هو تنقيط مياه، معالجة مياه، صرف صحي، تنقيط مياه المحطة يعني ان شاء الله رب العالمين. ما شاء الله. اتعرف بسيادتك. احمد زهران. سيدي سيادتك. اخصائي مساحه في المشروع. منين؟ المنوفيه سلسلين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك. عندك اولاد؟ الحمد لله. مين ومين ومين؟ معايا محمد وعبد الله وملك. سنه كام بقى؟ اولى اعدادي وسته ابتدائي واولى ابتدائي ان شاء الله. مبسوط بالشغل هنا؟ الحمد لله، رضا الحمد لله. اتعرف حضرتك؟ عادل مقابل محمد افندي. منين يا عادل؟ انا من متغامره فين. اهلا وسهلا فرسايد. حضرتك؟ منين؟ متغامره. اولاد قد ايه عندك؟ يوسف وتسليم وحبيبه. ما شاء الله. عايز تقول لهم ايه بقى النهارده؟ ربنا يعينهم ويخليهم. ربنا يحفظهم لك. تعرف سيادتك؟ محمود احمد محمد الوكيل من زفته. شاري سيادتك؟ كهربائي ان شاء الله. عندك اولاد؟ الحمد لله. مين ومين؟ احمد وعبد الله ومحمد. عايز تقول لهم ايه؟ انا عاوزهم الحمد لله ربنا يصلح حالهم ويتنهم حافظين القران الكريم ما ينساوش. يا رب ان شاء الله. الله معاك. احمد عبد الله العشري كهربائي. كرم صاحب القاضي من نفيه. تشتغل ايه حضرتك؟ نحات. حضرتك؟ عبد الرحمن فتح من المنيا. شال ايه؟ عامل. اهلا وسهلا حضرتك.
محمود لمحمد حسن السيس. منين؟ من البوه. اهلا وسهلا حضرتك. عادل امام والمعطي من المنوفيه مشرف فني تنفيذ. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا حضرتك. أهلاً. احمد محمود الشافعي. تشتغل ايه يا استاذ؟ شغال بره ده بقى. عندك اولاد قد ايه؟ عندي محمد فول اعداد وجنى في رابعه ابتدائي. نفسك بقى يطلعوا ايه يا احمد؟ يطلعوا دكاتره بقى. ربنا يا رب يشفي كل مريض. وائل علي سعد فني التركيبات. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ثلاث بنات واحده متجوزه ما شاء الله. ده جد يعني؟ لا لسه جاي في السكه. لسه جاي في السكه. هلا يجي بالسلامة. بتقول يا رب كده على فطر نفسك في ايه؟ يا رب نفسي يبقى بس سعده ويبعد عنهم المرض يا رب. امين. اتعرف بحضرتك. نجيب طه الفرمان سواق. اهلا. منين؟ من المنوفيه. منوفيه. عادل امام والمعطي. اه حضرتك. ربيع محمد احمد مشرف تنفيذي موضوع. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سعد ابراهيم سعد لحام في المونيه العربي. أهل. من المنوفيه. اهلا وسهلا. محمد فرغلي من المنيا عامل فني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فرصه يا حضرتك. انا اسعد عصام فؤاد فني من زفته من هنا ان شاء الله. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثه. مين ومين؟ احمد وفؤاد ومحمود. ربنا يخليهم. الحمد لله رب العالمين. احمد شغال في شركه المياه، فؤاد شغال حر، محمود لسه مخلص كليه السياحه والفنادق. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وجي محمد عباس من بيض من المنوفيه. عندك اولاد قد ايه؟ ثلاثه، احمد وياسمين ورنا. احمد وياسمين متجوزين ورنا في سته ابتدائي. تدعي ربنا على الفطره تقول يا ربي. يا ربي يخليهم لنا ويبارك لنا فيهم ونقولهم كل سنه وهم طيبين يا رب. حضرتك محمد ابو زيد حسن عامل. منين يا محمد؟ المنيا. المنيا احسن ناس. الله يخليك. هتفطر فين النهارده يا محمد؟ هنفطر هنا في البيت. تفطروا هنا مع بعض ان شاء الله باذن الله. والله شيء جميل. انا اولا انا بسميكم اجمل ناس في مصر، عمال مصر وبنايين مصر، دول اجمل ناس في مصر. وانا جاي من القاهره والله عشان اقول لكم تسلم ايديكم على المشروع اللي انتم بتعملوه وربنا يكرمكم. وانا بقى برضو بحب كده ان انا ايه لما اجي ازور حد كده ايه نقول لهم كلام لطيف ونسليهم كده على خمس دقايق كده. فايه رايكم تحبوا الفوازير والحاجات دي؟ طبعا. يعني ممكن اسالكم شويه اسئله كده طيب. السؤال الاول، مين بطل مسلسل ونوس؟ يحيى الفخراني. مظبوط صح. انت مذاكر. مبروك 1000 جنيه من برنامج بحمل الناس. اتفضل. واللي جاوب ما جاوبش تاني. طيب السؤال الثاني من فن برضو، مين هو بطل مسلسل أرض النفاق؟ محمد هنيدي. مظبوط. فؤاد المهندس في السينما ده في التلفزيون. اتفضل 1000 جنيه دي من حمل الناس. مظبوط. طيب السؤال الثالث، مين هو اللاعب المصري المحترف في الدوري الألماني؟ مظبوط. انت مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. السؤال الرابع، مين هو بطل فيلم الفيل الازرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين هو بطل فيلم الأرض؟ أول واحد قال تعالى. ألف مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب فزورة، إيه الشيء اللي كل ما تلمسه يصرخ في وشك؟ مسمار. ممكن الجرس. طبلة. أيوة الجرس. مظبوط. تعالى 1000 جنيه من واحد من الناس. ألف مبروك. ايه هي الشهور اللي فيها 28 يوم؟ شهر فبراير. شهر فبراير. شهر شهر 12 شهر فيهم 28. سقفوله سقفوله بجد. 1000 جنيه. شيء تراه ولا يراك، تسمعه ولا يسمعك، ويوجد في كل البيوت. تلفزيون. مظبوط. مبروك 1000 مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب شيء يطير الى الاعلى ولا يعود الى الارض. صح. 1000 جنيه هديه. مبروك. كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم. وانتم اجمل ناس في مصر واحنا بنحبكم وبنحترمكم، وفي واحد من الناس جايين نقول لكم رمضان كريم، وان شاء الله ربنا يجعلها ايام مباركه عليكم، والعيد يكون عيد مبارك عليكم. نفسكم في اي حاجه قبل ما امشي؟ شدوا حيلكم بقى في المحطه وربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل الاحترام والتقدير ليكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.
زي ما حضراتكم شايفين مشروع جميل عظيم بيتبني هنا، مشروع توسعة محترم، أجمل ناس في مصر هم اللي بيبنوه، ربنا يحفظهم ويخليهم لمصر.